ما شاء الله دلوقتي يعني شايفين طفرة كبيرة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حتى في ترتيب المسابقات ما شاء الله النادي الأهلي متصدر. مستر بروكيتش في بداية الموسم عملتوا معسكر، أنا شايف من وجهة نظري كان معسكر ناجح في مدينة الإسماعيلية، كنت موجود فيه مع كل الفرق، قدرت يعني يستفيد منه المدربين ويستفيد منه اللاعبين. عايزين نتكلم عن التجربة دي وبداية الموسم وإزاي كان العمل داخل قطاع الناشئين في النادي الأهلي في معسكر الإسماعيلية مع مستر بروكيتش. أول حاجة معسكر للعيبة مرتين في السنة، فده طبعا دي حاجة أساسية وحاجة مهمة جدا للعيبة إن هم يعملوا معسكرين في السنة. وفي مزايا إن اللعيبة بتبقى في معسكر كلها مع بعض، وممكن مرة مرتين في اليوم، وممكن نركز في التفاصيل ونركز في التكتيك ونركز في الحاجات الفنية، وممكن نشتغل على تثقيف اللعيبة وتثقيف المدربين عن طريق محاضرات الفيديو، وأيضا ممكن نشتغل في التفاصيل عن النواحي التكتيكية والفنية مع المدربين واللعيبة.